مشاهدينا الكرام، للمرة الثانية أهلا بيكم. مشاهدينا هنتكلم دلوقتي عن الدور اللي كان بيلعب في الفترة الأخيرة ولحد دلوقتي لسه الحقيقة التلاعب في السوق، التلاعب في المنتجات اللي المفروض إنها مخصصة للمواطنين. مافيا التهريب والأشكال المتنوعة لمافيا التهريب للمنتجات بالأخص الغذائية وما يتعلق أيضا كمان بالمنتجات البترولية المدعمة اللي بتدعمها الدولة علشان توصل للمواطن المصري. كل ده طبعا بسبب الأحداث السياسية المتلاحقة وانشغالنا بأحداث سياسية أو انشغال يعني الجهات المختلفة بالوضع السياسي الداخلي، فده فتح الباب إلى حد ما لهذه المافيا إنها تشتغل وتعمل هذا الشكل والتنوع من عمليات التهريب المختلفة. لكن دلوقتي الحكومة بتتخذ العديد من الإجراءات لضبط هذا الوضع، وإنها تحكم السيطرة على السوق من هذه المافيا اللي بتتلاعب في هذا السوق بإيه؟ بحاجات كتيرة قوي. إن منتجات وزارة الزراعة مثلا إنها بتوفرها لمنافذ التموين بالتعاون مع كمان القوات المسلحة علشان توصل للمواطن، تضمن إنها توصل للمواطن دون تدخل أي حد له أي رغبات أي أخرى أو أي حاجة ممكن إنها تتلاعب في هذه الأمور. أيضا كمان تكثيف الدور الرقابي ودور الأجهزة الرقابية، ده اللي هو موجود فين؟ موجود في الإدارة العامة لمباحث التموين لضبط المنظومة بأكملها. المنظومة دي كلها على بعضها، ازاي ان احنا نبقى امنين على قوتنا على الوقود بتاعنا وما الى ذلك، هو ده دور هذه الادارة اللي هيكلمنا عنها سيادة اللواء مدحت الاعصر مدير الادارة العامة لمباحث التموين والتجارة بوزارة الداخلية، واللي طبعا بنرحب بيه ترحاب يعني في حصاد اليوم، وبقول لحضرتك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. عارفين ان في كلام كتير قوي للتهريب ولهذه المافيا بيتلعب حتى الى الان الى هذه المنصه، لكن الاول ان احنا ممكن نشوف تقرير، التقرير هيوضح لنا يمكن ابلغ من ان احنا نسرد ونتكلم، التقرير هيورينا بالصوره ايضا كمان. بدعو حضرتك وبدعو الساده المشاهدين ان احنا نشوف هذا التقرير ونعود لحصاد اليوم. معظم المخابز فيها تهريب دقيق ومفيش حد يعرف يوقف الظاهره دي خالص، وهي مستمره على طول لان كل مخبز بياخد 30 34 شوال يشتغل ساعتين او ثلاث ساعات، فين بقيه الدقيق؟ وبعدين بيتعطل المخبز ساعه واثنين، المخبز بيتعطل ما بيشتغلش، يقول لك بنفطر، بيعملوا اي حاجه عشان يعملوا، ومعظمهم بيبيعوا دقيق. دقيق ده عمله صعبه اصلا ومحدش بيعرف يحصل عليه، يعني حتى البطاقات حتى اللي عاملين لنا البطايق ما بنعرفش نجيبه، وبيغلوه علينا اللي هو المدعم ده بيغلوه علينا ومش لاقينه اصلا، لان اصلا اصحاب المخابز بيهربوا الدقيق، اصلا الدقيق بيتهرب بياخدوه يبيعوه في السوق السوداء، واحنا ورغيف العيش اصلا مش يعني كل ما ده في سوق. المفروض يطبقوا اللي هو موضوع البطايق على الخبز زي ما اتحصل في بورسعيد، والتجربه دي نجحت في بورسعيد ومفروض يعمموها على مستوى المحافظات الجمهوريه، لان القمح اللي احنا بنجيبه بعمله صعبه ده بنطلع نجيبه من بره، بيطلعوا بتوع هيئه السلع وبتوع الحجر الزراعي وبتوع الصحه وبتوع هيئه الرقابه على الصادرات، بيجيبوا القمح ده من دول اوروبا ومن امريكا وبيكلف الدوله مبالغ طائله، ويجي هنا ياخدوا يدور المطاحن، المطاحن بتوديه بتوع المخابز، بتوع المخابز بياخدوه يعني بيعمل ربع الكميه والثلاث ارباع الكميه بتتباع في السوق السوداء. جميع مخازن مصر كلها شبرا، الجيزه، بولاق الدكرور، كله بيهرب الدقيق، كله صوحبات الفران، العيش اللي هو المدعم، كله فاتح دكاكين سياحه على الشارع بيهرب الدقيق يشتغل بيه من الصبح من الساعه 12 لحد الساعه 1 بالليل، الرغيفه بربع جنيه ونص جنيه من الدقيق المدعم، بيبيع شوال الدقيق ب 150 جنيه، بياخده بكام؟ ب 16 جنيه، بيبيع ب 150 جنيه. صاحب المخبز ده عشان ما يهربش الدقيق لازم تدي له مقابل مادي عشان يجازي معاه، هو كده ما بيجازيش معاه، فبيضطر ان هو يبيع دقيق. لو هو خد حق التكلفه وهامش ربح ليه مش هيعمل كده. الرقابه لازم تكون على طول مستمره، ما تبقاش انما الرقابه كده وتكون مفاجاه،
ما تبقاش الناس كده اهوت ولا حاجه، يكون اي حد مثلا يكون بيجي كده اهوت بيبقى عندهم علم ان في رقابه جايه عليهم، لكن هي ديت لما بيكون الرقابه مفاجاه عليهم ديت بتخلي الواحد مثلا كده اهوت ولا حاجه بيبقى في الوزن في الـ في الـ في النوعيه نفسها كده اهوت ولا حاجه، فدي كلها ديت بتاثر طبيعي. شفنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير وسمعنا كمان بودنا كل شكوى المواطنين من المنافذ بتاعة توزيع الدقيق، من أصحاب المخابز إزاي إن هما بيهربوا الدقيق، وإذا ما كانش هياخد مقابل مادي مجزي هيهرب الدقيق. شفت يا فندم؟ شفت أنا ده. هو بتتغير المنظومة دلوقتي حضرتك. هو فعلا كان هو أصحاب المخابز، لأن في ناس كتير دخلوا في المهنة في كذا نوع مخابز طبائي، في المخابز العادية اللي بتنتج العيش أبو خمس ساغ، في مخابز ثانية بتجيب وتنتج بخمسين قرش أو سياحي أو فالعملية إن المستلزمات الإنتاج بتاعتهم زادت وأجور العمالة زادت والكلام ده، فالمنظومة القديمة خلتهم يعني اللي عايز يستمر لازم يتصرف خارج الاطار، خارج المنظومه وخارج القانون. وبالظبط يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا من اول السنه لغايه دلوقتي انا قدامي احصائيه، احنا عاملين حوالي 1200 قضيه ب 1605 طن ضيق ماسكنهم كان في طريقهم للتهريب. شوف بقى حضرتك. في منظومه جديده دلوقتي بتعمل، بيروح صاحب المخبز بيشتري الدقيق حر حوالي 3100 جنيه طن وبيشتغل ومعاه مكنه زي بتاعت الفيزا اللي بيروح يشتري منه بالمكنه بخمسه ساغ برضه، وحسب ما هو بيشتغل العيش بتاعه كويس الناس هتروح له هيبيع كتير هيشتغل، الناس اللي كانت فاتحه بس عشان بتعتمد على التهريب هيقفل. هي المنظومة عملت في بورسعيد والسويس. احنا ممكن نفترض حسن النية سيادة اللواء، زي حضرتك ما قلت ان المنظومة القديمة ما عادتش تنفع، زي ان في اسعار كتير زادت واهمها سعر العمالة، يعني الاجور العمالة والكهرباء والسولار وحاجات كتيرة جدا، فاحنا محتاجين تبديل، عملية تبديل. ما هو انت كل فترة حضرتك لازم تغيري او تغيري الطريقه اللي انت ماشي فيها، حتى في حياتك العاديه بتغيري الاسلوب بتاعك كل فتره من الزمن حسب المتغيرات اللي بتبقى موجوده في السوق، فالمنظومه ان شاء الله بتتغير. واتعملت في بورسعيد والسويس، طبت في بورسعيد والسويس والاسبوع الجاي في الاسماعيليه، وهكذا هتقضي على تهريب الدقيق خالص. طب لو قلنا المنظومه بشكلها المتكامل سياده النقل، ايوه فهمت، هي عباره عن ايه؟ لو حضرتك تشرحها لنا. ما حضرتك التجربه دي هو تحرير سعر الدقيق فقط. تحرير سعر الدقيق، يعني انت حضرتك لو صاحب فرن هيروح يشتري الدقيق عادي هو متحدد 3100 جنيه طن، مش هيعرف يبيعه، هيبيعه ازاي؟ ما هو كده، ما هو شاريه غالي، ما هو مش عارف يبيعه حتى. لا مش شاريه غالي، ايوه مش عارف يبيعه، ما هو خلاص سعر الدقيق اتحرر، ما بقاش فيه سعرين، اي حاجه لها سعرين حضرتك بتعمل لها سوق سوداء. دي كانت الدوله كانت بتدعمه بحاجه، الدوله دلوقتي هتدعم المواطن نفسه مش هتدعم الدقيق، هتدعم المواطن. يعني حضرتك هيروح يشتري بخمس ساغ المكنه هتحسب لصاحب الفرن، الدوله مثلا الرغيف بحوالي 33 قرش 35 قرش، الفرق الدوله هي اللي هتدفعه 30 قرش هتدفعه لصاحب الفرن. فهي كده بتدعم المواطن على طول، ما بتدعمش الدقيق، فهتلاقي سعر واحد للدقيق فخلاص ما فيش مشكله. زي الفينو كده، زي المخابز الفينو، هتبقى زي المخابز الفينو، انت حضرتك ما فيش طوابير، وبقينا مش هيبقى محكوم بوقت. ايوه يقفل ولا يفتح، عايز يشتغل طول النهار. هو دلوقتي هيبقى في حاله تنافسيه اللي بيحكمه الزبون، الزبون لقى الفرن ده كويس، العيش بتاعه كويس، هيروح يشتري منه، هيحقق ربح، مش لاقي كويس هيروح لفرن تاني وهكذا. نعم. طب دي جزئيه مهمه جدا، ان حضرتك قلت احنا هنسيب هيبقى فيه كمان عنصر تنافسي. التنافسي طبعا. ايوه دي اللي هيطلع رغيف كويس الناس هتروح تشتري من عنده، هيقدر يشتغل اكتر ويبيع اكتر.
والدولة بقى بتدعم المواطن نفسه مش بتدعم الدقيق، فهيبقى له سعر واحد في السوق مش هيبقى له سوق سوق زي العيش الفينو كده دلوقتي، زي الدقيق الفاخر الفينو انت حضرتك ما بتلاقيش عليه، هو له سعر واحد. سعر واحد وبيعجبني فرن وما بيعجبنيش فرن تاني بتروح وبروح وبعدين بيعمل كذا نوع من انواع العيش، ممكن برضو الفرن يعمل كذا نوع من انواع العيش الناس تختار. طب يعني نتوقع سياده اللواء ان التجربه دي زي ما طبقت في سويس وبورسعيد مش كده وهتطبق في الاسماعيليه ان شاء الله، والاسماعيليه كمان جايه في الطريق. هل ده هيتطبق يعني هينتشر ان شاء الله يدعمم على كل محافظات مصر؟ تدريجيا هيبقى مصر كلها طبعا على مصر كلها، ودي هتعمل وفر للدوله في الدقيق لان الناس مش هتبقى واقفه طوابير انه فاتح طول النهار، هيبقى فاتح طول مش محدد له ميعاد تمام، وحسب ما يبيع ممكن يشتغل طول النهار. اتفضل حضرتك. تمام. طيب يعني كده بالطريقه دي يبقى احنا كده ما عندناش خلاص ما عندناش هنسمع عن لا مافيا يعني ان شاء الله. وبعدين احنا بنتكلم على دي احنا بنجيب احنا ما ننساش احنا بنتكلم من الاول بقى دي ده سلسله احنا بنتكلم من اول من حبايه القمح اللي بتيجي. احنا في مراقبه من اول حبايه القمح ما بتيجي لغايه ما بتدخل على المطحن تتوزع وتطحن والطحن تتحول لدقيق تروح المخبز، دي كل السلسله دي بتتراقب، كل دي عليها مراقبه. طبعا نعم. يعني عايز اقول لحضرتك احنا الاداره في شهر من اول السنه لغايه دلوقتي حوالي احنا متحفظين على 100,000 طن قمح مثلا في مينا الدخيله وفي مينا دمياط وفي مخازن في اسكندريه كانت شركات خاصه مستورده قمح. نعم. وصلت لنا معلومات وبتاع ان القمح ده مش كويس، بناخد احنا مفتشي الاغذيه والصحه وبيكشفوا عليهم وبنسحب ونودي معامل وزاره الزراعه عشان تحل القمح ده وتشوف صلاحيته للاستهلاك الادمي. خد بال حضرتك. وبعدين بعد كده غير كده ان احنا في تفتيش دوري على الشوان بتاعت القمح والصوامع اللي بتحفظ فيها القمح، وعاملين برضو متحفظين على كميات. طبعا. وبيبقى معنا لجان، احنا بناخد معنا لجان وبننزل كده. وبعدين بعد ما بيدخل المطحن بنفوق برضو المطحن عليه مراقبه. يعني دي سلسله طويله عريضه. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا حوالي القماح 400,000 طن قمح من اول السنه لغايه دلوقتي احنا دي انتم متحفظين عليها لانها لا أيوة. ما ينفعش يعني استخدامها ادميا مثلا يا فندم. بس دي احنا في جزء منها في التحليل في وزاره الزراعه معامل وزاره الزراعه بتدي النتيجه، والنيابه بقى بنعرض على النيابه النتيجه قرار الاعدام بيستخدم بقى في حاجات صناعيه. طيب سياده اللواء، مباحث التموين اكيد ليها اليه عمل. ايوه فهمت. يعني حتى تاريخيا هي المفروض ان ليها منظومه من العمل، ولكن احنا دلوقتي بنعاني من انفلاتات امنيه، بنعاني من ناس متربصين بالجهات الداخليه او بوزاره الداخليه بوجه يعني بصوره اوضح، يعني علشان افساد الدوله، علشان تركيع الدوله، ليهم اهداف. يعني في ناس قاعدين كده بتخطط للنهار وتعمل خطط وبتنفذها، ده بيعرقل قد ايه؟ لا انا عايز اقول لحضرتك، عايز اقول لحضرتك على حاجه، في نقطه مهمه هنا. الاعلام الفتره اللي فاتت دي عمل وعي جامد عند المواطنين بالنسبه للاكل، نوعيات الاكل وحمايه المستهلك. الناس بقى عندها وعي. عايز اقول لحضرتك ان احنا بتجيلنا كميه من معلومات وشكاوي، دي مصدر من مصادر الشغل بتاعنا بنعتمد عليه. ايوه فندم. وحتى لما بنيجي ننزل في الشارع الناس بتساعدنا عشان عارفه ان احنا يعني بنشتغل على امنه الغذائي او على حمايه المستهلك، دي شغلنا الاساسي. فما بنواجهش صعوبات كتيرة زي الأفرع التانية مثلا، الناس بتساعدنا. يعني ودي جاية من الإعلام بس الإعلام فعلا عمل وعي. وسائل الإعلام عملت وعي للمواطنين
مش عارف عايز اقول لك في الاربع. طب ايه اللي عجبك يا فندم في التناول الاعلامي للمشكله دي؟ ان هو يعني حتى دايما انا عايز اسمع من حضرتك كمتخصص ويعني والدور اللي بتقدمه لمباحث تموين. الاعلام دلوقتي يعني عمل ثقافه جديده للمواطنين ان هو يبقى لازم يبقى عنده وعي هو بيشتري اكله وبيشتري الحاجات اللي بيلبسها وبيشتري المنتجات اللي بيستخدمها. لا هي يعني مثلا ان كان اعلام مقروء او التلفزيون او المواقع على النت يعني فعلا خلق ثقافه جديده للشعب بقى لها 4-5 سنين. يعني بقول لحضرتك الناس بتساعدنا في الشارع وكميه المعلومات جدا. ممكن واحد يبلغنا بحاجه وهو ملوش اي مصلحه. عندنا غرفه عمليات الطاقه جزئيه مهمه قوي لحضرتك قلت عليها. شكاوي وبلاغات ودي اللي انتوا بتهتموا بهذا التواصل. ده جزء يعني عايز اقول لك جزء كبير من نقطه انطلاق للعمل. لا هو طبعا احنا عندنا يعني عمل روتيني وعندنا خطه وبتاع بس ده في تدخل سريع. ممكن شكوى لا عايزه تدخل سريع في معلومه بتيجي ما بتكونش موجوده عندنا او معلومه بتعزز المعلومات اللي عندنا. فده حاجه مهمه جدا. تعاون اصل تعاون المواطنين ده اصل انت حضرتك هتجيب المعلومه منين؟ من المواطنين برضه. مفيش بنوره سحريه صحيح. يعني ايوه دي هو شغل من اجل المواطنين. ايوه فالمواطنين عندهم وعي دلوقتي. ده يعني في اغلب الاحيان بيساعدونا في الشارع. ف يعني عايز يعني الحته دي مريحانا في الشغل شويه. تمام. طيب على العموم انا برضو عايزه اضيف للساده المشاهدين ان دلوقتي هتظهر على الشاشه تليفونات لجنه تقصي الحقائق للاحداث ما بعد 30 يونيو. التليفونات اللي احنا قلنا هنكتبها لكم دلوقتي هتبقى ظاهره قدامكم على الشاشه. مهمه قوي تواصلكم، مهم اي حد عنده معلومه ان هو يدلي بيها في هذه الجزئيه. وفي الجزئيه كمان زي ما قال سياده اللواء ان كمان ما يخص السلع والتموين وما يخص علشان ده دور ليكوا انتوا يعني المواطنين الاعزاء كل اللي شايفيننا دلوقتي. فاذا كان هذا الدور مهم فهذا ايضا الدور فيما يخص الاحداث ما بعد 30 يونيو هو ايضا كمان دور مهم جدا. سياده اللواء اتكلمنا عن تعاون المواطنين معاكم، لابد نتحدث ايضا كمان عن تعاون الجهات الاخرى، تعاون الوزارات، وزاره زي وزاره الزراعه. كيف يكون التعاون ما بين مباحث التموين وبين وزاره لا الزراعه؟ لا في تنسيق كامل جدا. احنا عندنا معامل وزاره الزراعه دي بنعتمد عليها اعتماد كلي في عمليه فحص المنتجات. مثلا في منتجات كتيره بتحتاج تقرير فني معين مش موجود غير في وزاره الزراعه. معامل وزاره الزراعه معامل جديده وحديثه. عندنا تنسيق كامل مع الطب البيطري، هو بينزل معانا في كل الحملات. في تنسيق وفي تعاون وتبادل معلومات وبنعمل لجان مشكله معاهم وبننزل مع بعض. عايز اقول لحضرتك مثلا في اللحوم. اللحوم حاجه مهمه جدا. عايز احنا في اللحوم وفي الاسماك والدواجن ده دي مجازر سياده اللواء موجوده. أيوة على الشاشه. أيوة. نعم. يعني عايز اقول احنا مره جبنا 26 طن كانت جايه لحوم جايه من السودان. ومعانا الطب البيطري جبنا شركه هي هو خسر. اصل هو اللحمه بتيجي بيبقى بتخرج من منفذ سليمه. يعني بتكشف عليها برضو الحجر الزراعي والحجر البيطري بيكشف على الحاجات دي وداخل المنفذ. ممكن بقى في حلقات التداول وهي في النقل او في اماكن العرض ممكن يسيبها تلف او تخسر. فكان معانا الطب احنا جبنا 26 طن وتم اعدامهم. اتعمل محضر واتعرض على النيابه وتم اعدامهم. مع الطب البيطري دي مره. عايز اقول لحضرتك مثلا يعني احنا من اول السنه جايبين حوالي 247 طن لحوم ومصنعات لحوم. ودواجن حوالي 123 قضيه دواجن. يعني ده كله مساعده وتعاون مع الطب البيطري ووزاره الزراعه. لان هو خبير. انا بقى صحيح. هو راجل فني.
هو اللي بيقدر يحدد، هو اللي بيكتب تقريره ففي تعاون وثيق بيننا وبين جهات وزاره الزراعه وبعدين المعامل والطب البيطري. طب يا فندم، يعني انا ملاحظه ان كل الكلام عن اذا كانت السلعه فاسده او غير فاسده، ايوه فندم، لكن هو ما فيش يعني دور لمباحث التموين في انها تقيس جوده السلعه في حد ذاتها؟ لا من لا يعني ايه ده يا فندم؟ يعني تقيس جوده السلعه من ناحيه، يعني مثلا ممكن تكون اللحوم مثلا مش جيده، في لحوم اجود منها، او ان تكون مثلا المنتجات اللي لا بالنسبه، انا بقول لحضرتك على حاجه، بالنسبه للاكل هو ما فيش حاجه جيده، يعني لا اما صالح للاستخدام الادمي فقط، لا اما مش صالح. الجوده بقى في عمليه التغليف او عمليه النوعيه او النقاوه او النوعيه دي، نعم. دي لها اسعار، دي بقى بنبقى احنا يعني دورنا ان احنا بنشوف لازم يبقى يعلن عن السعر بتاعه، لكن عمليه انه صالح او غير صالح لكن بالنسبه للاكل المصري، في غير صالح سيادة اللي هو في غير صالح وبيتباع بسعر عالي، يعني ما هو اصلي ما هو برضه هل ده جزء من خطط الحمايه؟ ازاي ازاي غير صالح ويتباع بسعر عالي؟ في منتجات ممكن رديئة رديئه، ولا اصل في الاكل ما فيش حاجه اسمها رديئه، لا اما مش لصالح لا اما مش صالح. لا يا فندم، كست البيت، انا هتكلم دلوقتي زي ست البيت مثلا، ان ممكن مثلا اشوف العبوه دي المعلبات دي يبان من بره انها كويسه وكل حاجه، لكن باجي استخدمها الاقيها لا طب لا انا اقول لحضرتك على حاجه، انا اقول لحضرتك ولكنها صالحه، يعني صالحه ممكن تكون نوعيه رديئه، ما هو في اسعار، ده اللي انا بقول عليه، نوعيه يعني قصدي نوعيه او ايه الدرجه بتاعتها، ما في درجات، يعني مثلا درجات مستهلك، في زي اللحوم اجزاء من اللحوم تتباع، يعني جزء من هنقول مثلا راجل جزار عنده اللحوم في حته بفتيك اغلى من الحته اللي فيها، يعني ايه في اسعار وشرائح معينه، ده لها سعر وده لها سعر، وكل حاجه لها الناس اللي بتاكلها. طيب ده ممكن ياخدني لحاجه انا افتكرت ايضا شيء مهم جدا، مطاعم شهيره بيتم ان بيتقال ان لا ده كان بيذبح او كان بيقدم لحوم حمير، لحوم لا 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 مش لحوم، لا الحمير لا الحمر غالي دلوقتي 3000 جنيه مش هو يعني مش هيكلم مش هيعمل له وفر اقتصادي، دي من ضمن الحاجات الاشاعات المغرضه لا لا طبعا لا ما فيش الحاجات دي، لان اللحوم عليها رقابه، مش عايز اقول لحضرتك احنا وجهات رقابيه كتير، مش احنا بس، ما هو الطب البيطري والصحه، يعني ايه وزي ما بقول لحضرتك في تعاون وفي المجازر، ما في مجازر الطب البيطري قاعد فيها للنار، ما دي ما يعني لازم. طب يا ست اللي هو في محلات اتقفلت؟ ايوه محلات، ايوه ايوه فندم، ده ما ده دي محلات احنا عندنا وشهيره جدا، ايوه شهيره جدا، احنا عندنا مرور دوري، ده من روتين الشغل على المحلات وعلى السلاسل التجاريه اللي هي بتبيع كلها. مرور دوري وبيبقى معانا زي ما بقول لحضرتك لجان اللي هو الصحه والطب البيطري من وزاره الزراعه، بنفتش عليهم. والله ممكن زي ما بقول لحضرتك مطعم شهير بيبقى مكان الاعداد بتاعه فيه حاجه، بنعمل له قضيه، واخد بال حضرتك، بنعمل له قضيه وبنعمل نيابه، ولو ما كانش معاه ترخيص بنبعت للمحافظه عشان تقفله. اذا كان معاه ترخيص بنعمل له قضيه وبيبقى عارف اصله، مش عداء يعني، مش عمليه عداء، او بنفهمه ايه الغلط اللي هو فيه، بيحاول يتداركه بعد كده، بيبقى في مرور دوري على عشان هو مش عايز برضه يبيع حاجه وحشه. طيب هي بباش هذا المطعم او المحل الشهير، ايوه اغلق فرع، هل ده معناه ان الفرع ده بس هو مواصفات المطبخ او اللي بيتم فيه اعداد الطعام؟ لا ما انا هقول لحضرتك، هو اللي مواصفاته ومش كده، لكن في فروع اخرى. لا ما انا هقول لحضرتك، لا ما انا هقول لحضرتك على حاجه، في مثلا فرع واحد، ايوه، او في عده فروع للمحل، بيبقى لهم مكان اعداد، بيبقى اعداد ايه الوجبات، بيبقى اعداد نص طهي، نص طهي بيبعتوا للفرع تمام عشان فبننزل على مكان الاعداد ده. طب يبقى نتوقع ان كل سلاسل المطاعم بتاعت هذا التوكيل تتقفل، ولكن ده مش اللي حاصل، اللي بيتم اعلان ان هذا بس المكان لا ده. لا انا اقول لحضرتك على حاجه، لا ما هو مكان الاعداد ده بيبقى ايه مثلا الحظ بتاعه بيبقى جنب فرع، يعني بيبقى فرع كبير في مكان الاعداد، واخد بال حضرتك، في عنده امكانيه اعداد ده، او احنا بندخل الفروع العاديه
فروع ممكن مكان الاعداد كويس بندخل الفرع العادي، ممكن في عمليه النقل او عمليه الفرع الموجود ده طريقه يعني اعداده للوجبات تاني ما بيبقاش ما تبقاش كويسه، بيحصل عنده تلف او اصل يعني تلف في حاجه، فده اللي بيطلع له القرار. طب يا فندم احنا عشان نبقى بنقول اللي لينا واللي علينا، ايوه، ان هذا الفرع اللي اسمه سين او صوت او عين مثلا تم اغلاقه واتنشر في الجرايد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وبقت الناس متخوفه من هذا، هو شافت فرع واحد اتقفل لكن عنده 9 فروع اخرى هي لسه مفتوحه وشغاله لكن دلوقتي بتنش، هل المفروض ده دور ان احنا مش عارفه بقى ايه اللي المفروض يتعمل، ان يتقال ان كل هذه التفاصيل اللي حضرتك اسردتها ان تصادف ان مكان تصنيع الوجبات هو نفس المكان اللي موجود فيه هذا الفرع وعلى ذلك وعشان كده الفرع بالمكان كله اتقفل ولكن الفروع الاخرى جاهزه لتقديم أيوة وجبات صحيحه وسليمه، لان انتوا كرقابه مشرفين عليها ايضا ووجدتوها مشرفين، احنا بناخد مرور دوري روتيني عليها. نعم. وبعدين بقول لحضرتك في ناس، يعني انا اقول لحضرتك في ناس بتستجيب وبتعدل او بتعدل من اوضاعها وفي ناس ثانيه بتستمر بقى هو عايز كده بقى وهو مش قادر. انا عايز اقول لحضرتك مثلا سلاسل تجاريه شهيره النهارده يعني نزلنا على الثلاجات بتاعتها كانت اللحوم فيها والدواجن مش كويسه، عملنا لهم قضيه وفهمناهم غيروا طقم المديرين كلهم وجابوا ناس قادوا استجابة. ما هو مش عايز، هو اصلا ما بيبقاش عايز يبيع حاجة وحشة كمان. نعم. لانه اصل هو دلوقتي انت حضرتك السوق كبير وفي تنافس رهيب. فلازم يبقى يحافظ على مكانته. والا ملوش مكان. والا ما كن. صحيح. ولكن يقول ان معظم اكل الشارع كل المحلات دي اللحوم بتاعتها يا اما كلاب يا اما لا 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 لان ده هاجس. ده في رقابه جامده جدا جدا، مش عارف عايز اقول لك على اللحوم بالذات في رقابه جامده جدا و ما فيش حاجه، طبعا ما فيش خطه حمايه 100% في اي حاجه، لكن بنسبة 90-95% كل المحلات حتى في المحافظات ما هو في عندنا فروع مباحث تموين وفروع طب بيطري وفي صحة في المحافظات بتاع برضو نفس الكلام ده. وبعدين اقول لحضرتك احنا واخدين دلوقتي هو استراتيجية بتاعتنا، احنا بنشوف المحلات الكبيرة والأساس السجارة الكبيرة وبنتفاهم معهم ونتكلم معهم، بس الفكره بنعمل له قضيه. هو بيحاول يعني يتعامل مع الوسطاء بتوعه او الموردين بتوعه، بيضغط عليهم عشان يحسن نوعيه الحاجات اللي جايه له، بالتالي المورد ده بياخد من مورد اصغر منه برضه بيضغط عليه عشان يحسن ولا مش هيستمر، فده بيعمل. انا عايز ايه حضرتك؟ لو حصل انضباط في، انا عايز انضباط في 40% في السوق، بس كله هينضبط بعد كده هيجر بعضه. واخده بال حضرتك؟ زي ما المدرسه لو 40% من الطلاب بتاعها منضبطين كله هيبقى هيسعى للانضباط. فهي بتيجي كده حضرتك. وبعدين زي ما بقول لحضرتك دلوقتي الوعي، زي ما حضرتك قلتي على المواقع التواصل الاجتماعي وبتاع اكتر من فكله اي جهه اعلاميه، فكله دلوقتي كله مفتح عينه كله، فحصل وعي عند المواطنين زي ما بقول لحضرتك. صحيح. فدي نقلتنا نقله ثانيه خالص. يعني انت لو شفتي حضرتك المحلات انت هتلاقي حتى محلات البقاله الصغيره ابتدت تنظف نفسها وابتدت تقول على نفسها سوبر ماركت ومش سوبر ماركت، وابتدى يعرض بطريقه معينه وابتدى يختار الاصناف كله عايز شكل البقاله القديم ما عادش موجود. ايوه يا فندم. فحتى في انت لو حتى في بلادنا في الارياف هتلاقي برضو المحلات اخذت شكل تاني متمدد جدا فعلا. زي ما بقول لحضرتك كده الميديا عليها، الاعلام عليه دور كبير جدا، عمل وعي عند المواطنين. طيب ننتقل بقى يا فندم لمافيا تهريب السلع المدعمة، وطبعا على رأس هذه السلع المواد البترولية. هذا الملف كبير، الملف ده كبير جدا. وبعدين هو عايز اقول لحضرتك على حاجة، كان في احصائيه البنك الدولي في اخر الشهر
ان مصر ارخص بلد في العالم في سعر الوقود، في سعر الوقود وفي الاسعار عموما، يعني مش عايز اقول يعني دي موجوده والناس ممكن ترجع لها. مصر من ارخص دول العالم في الاسعار. بالنسبه للوقود، انا يعني انت حضرتك مصر الدوله الوحيده، مش عايز اقول، الميه فيها اغلى من البنزين، انت ازازه الميه اغلى من لتر البنزين. ايوه يا فندم. ف في مافيا طبعا كتهريب سولار وبنزين، وبتحصل في ايام الاختناقات، بس دلوقتي زي ما بقول لك حضرتك ما فيش اختناقات، بس احنا شغالين برضو. يعني عايز اقول لحضرتك في السولار بس احنا جايبين من اول، انا معايا الاحصائيات عشان شغالين على انحاء الجمهوريه، كل الجمهوريه المواد البتروليه البتروليه في السولار احنا جايبين حوالي 7,700,000 لتر سولار لغايه دلوقتي من اول السنه. دي كانت ظبطينهم. لا انا اقول لحضرتك طريقه للتهريب. لا هو في ظبطناها في اماكن، يعني مصانع اسمنت كانت مصنع واحد احنا جايبين منه 2 مليون لتر سولار في قضيه واحده. جابهم ازاي دول يا فندم؟ ما هو قدر ياخدهم ازاي؟ يعني ازاي اقول لحضرتك؟ زي في بيبقوا في متحدين بياخدوا من شركات البترول، المفروض يودي جهات ما بيوديش. مثلا في مصانع طوب، في متحدين بياخدوا لمصانع طوب، مصانع طوب دي من سنه ونص دخلها غاز، هو مستمر في اخذ الحصه بتاعتها وبيوديها حته تانيه. احنا عرفنا نتحصل على انهم خدوا كميات قد ايه في سنه ونص دي، من ساعه حسبنا لهم من ساعه ما الغاز دخل في المصانع بيبرد لها بقى سر راجعي بدات تحسبه. طبعا. نعم. وبنعمل قضيه وبنخطر هيئه البترول بتحاسبه بالسعر العالمي او بالسعر مش المدعم كمان. كاجراء عقابي بقى. وبعدين مش بسيبه كده كمان، احنا قطاع الامن الاقتصادي في وزاره الداخليه عندنا عشان الناس تبقى برده واخد بالها، عشان عندنا مباحث تضارب الضرايب معانا في القطاع الامن الاقتصادي، مباحث تضارب الضرايب ومباحث الاموال العامه. بنختارهم بيعملوا تهرب من ضرائب الدخل لانه دي حاجات ما بيقولش عليها في دخله، وبتعمل له كسب غير مشروع. يا نهار ابيض. يعني الموضوع هيتشعب. ايوه فندم. فاحنا دلوقتي شغالين بقالنا في التنسيق ده بقالنا مثلا من اول اختناق البترول بقالنا سنه ونص كده في الموضوع ده. في عندنا سيستم في الوزاره احنا ماشيين عليه الحاجات دي، احنا في تعاون يعني زي ما يعني في واحد منهم اتعمل له كسب غير مشروع، دخل فضيله كسب غير مشروع من المتعدين 25 مليون جنيه. ف طب في حال ومحطات البنزين اللي بتهرب برضه هيتم ايه؟ نعم. في حال ان يعني هذه او الشخصيه مش عارف، هو دلوقتي في القضاء هو اللي متولي امره. ايوه، ما عنده ممتلكات ممكن القضاء يحجز عليها، دي قضيه احنا بنعمل قضيه وبنقدمها للقضاء ودنيا بعد وهو يعني في مشاكل كتيره بتقابله بقى، يعني عشان ازاي برضه محط لو في محطات بنزين، في شركات في شركات بتتلاعب في الموضوع ده برضه نفس الطريقه في القضيه زي ما بقول لحضرتك، نعمل له قضيه نيابه بتقدمه محاكمه. ده غير بقى ما الهيئه بتحاسبه، هيئه البترول بتحاسبه الاسعار الغير مدعمه، غير ما بتقدم بقى مثلا ممكن كسب غير مشروع او هي. خليني اسال حضرتك على الازمه اللي كانت في 2013 اللي طبعا كانت متزامنه قبل تاريخ 30/6 يا فندم، كان في ازمه قاتله. ده هيخليكم تفكروا، يعني هل انتوا فكرتوا برضو باثر رجعي وعرفتوا ايه سبب الازمه ومين اللي كان؟ ما كان في حضرتك انت، ما هو كل الناس عارفه ان كانت في حاجات جزء كبير بيروح على بيتهرب عبر الانفاق. انت عارفه حضرتك، وكان في يعني عدم حاجه كده زي بس حقائق عدم لا 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 عدم كان في بيروح للانفاق، كان في الانفاق بيروح كتير، وعدم الإدارة الرشيدة للموارد. ده مش دلوقتي يعني حضرتك مش يعني اختناقات مش جامدة. الإدارة الرشيدة هل الإدارة كفت يدها يعني؟ لا يعني الإدارة الرشيدة أيام قبل 30/6 كانوا مأخونين كل حاجة. أيوه، فما كانتش في إدارة رشيدة، كانوا كل دول اتزاحوا يعني؟
يعني عايز اقول لحضرتك الناس تتمنى بنسبه كبيره طبعا جدا جدا. ويعني انت شايف حضرتك ان برضو الدنيا ماشيه مش زي زمان. هناك اشاعات بتنطلق اولا يعني، بس في حاجه وبرضو طيب. استخدمنا الناس عايزين يعني الناس تبقى مش عارف يعني، ما هو الوقود ده انا عايز اقول لحضرتك ان الدوله بتدفع دعم الوقود 100 مليون جنيه يوميا للبنزين بس، وللسولار 150 مليون جنيه يوميا. في طريقنا لالغاء الدعم عن الوقود. لا انا بقول لحضرتك لا مفيش حاجه. لا 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 انا بقى لا انا لا دي السياسه كلها مفيش حاجه زي كده. بس انا بقول الناس تبقى ايه ترشد استهلاكها، لان انا بقول لحضرتك احنا مصر من ارخص دول العالم في الاسعار وخاصه في الوقود. انت شايف كل دول العالم بتحرر سعر الوقود يعني. انا بقول لحضرتك الدوله بتدفع 100 مليون جنيه يوميا عن البنزين دعم البنزين، و150 مليون جنيه يوميا للسولار. ما قدمناش طريق سياده اللي هو غير ترشيد الاستهلاك زي حضرتك ما قلت. ترشيد الناس بس ايه عشان يعني ما هو عشان ما انا يعني زي ما حضرتك كده عندك مخزون انت لازم تبقي استخدام رشيد فيه عشان ما ينفسه بعدين. في بمناسبه ترشيد الاستهلاك، يمكن في الحوار اللي تم اجراؤه من يعني الزملاء الاعلاميين مع سياده المشير عبد الفتاح السيسي المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه، اشار الى ان عمليه ترشيد الاستهلاك دي قضيه بسيطه جدا، ولكن الاعلام بس يتناولها بقدر من الاهتمام. يعني قال الموضوع لو احنا استخدمنا لمبه معينه، هذه اللمبه موفره ما بين 24 واط ل 3 واط وما الى ذلك، مش عارف اذا كان طبعا الارقام دي يمكن انا يعني، ولكن هو هذا الفرق يعني بهذه المنسوب، فده هيوفر لنا تقريبا 4000 كيلو وات. لا انا بخاطب يعني اذا هي ايوه قضية. انا بخاطب اهالينا في احنا كلنا فلاحين وبخاطب اهالينا في البلاد يعني يعني هو يعني عايز اقول ايه، نرشد استهلاكنا في الكهرباء وفي الغاز وفي الوقود لانه بيكلف الدوله كتير، وهو المواطن يعني حتى الكهرباء يعني عايز اقول لحضرتك الدوله بتدعم الكهرباء كمان. الدوله بتدعم الكهرباء. احنا هيتلغي الدعم يا فندم؟ لا 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 انا مع لا اصل انا بنفذ سياسات انا بعدز لا مش هتلغي. لو عند حضرتك معلومات لا 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 مش هتلغي الدعم طبعا، لان المواطن لسه احنا يعني لسه مش هتلغي طبعا، بس احنا يعني بنقول لاهالينا يعني ايه يحاولوا يرشدوا استهلاكهم شويه، ده ليهم هم وعشانهم وعشان اولادهم وعشان البلد الموضوع يمشي. طب يمكن هسال حضرتك يعني سؤال نخرج من عنق نخرج من عنق الزجاجه انا هسال حضرتك سؤال خارج الجزئيه ولكن حضرتك مصري وكلنا يعني لحمه واحده، هل شايف ان العناء المواطن المصري من ان احنا كلنا كنا في حاله من الهلع لما ما لقيناش بنزين لما هل ده احنا مش هل ده يخلينا او الدرس يمكن النظام مش القديم مش يخلينا بقى نفكر ان احنا شايف ان يعني ممكن المواطن يستجيب جدا لعمليه الترشيد دي؟ طبعا لازم هو لازم المواطن يفكر ان احنا بندفع كتير في البنزين، بندفع كتير في الغاز، وبندفع كتير في ده حاجته هو. يعني احنا مش بنتكلم الحكومه دي مصريه بتاعته خايف عليه وخايف على اولاده يعني هو المفروض يبقى خايف على حاجته هو. ان الواحد يرشد استهلاكه عشان الكهرباء تفضل موجوده، عشان نقدر نشغل محطات الكهرباء يرشد استهلاكه في الوقود في الغاز. يعني حاجات كتيره بقى داخلين على الصيف والحر لا بس ان شاء الله الشعب البلد في انتخابات وهيتبلد هيبقى في رئيس وفي برلمان، وان شاء الله الدنيا هتتعدل كتير قوي. يعني ان شاء الله يعني طب قبل ما نتنقل للنقطه دي، هل حضرتك شايف ان هيتم الغاء الدعم في اي حاجه اخرى، بلاش كهرباء بلاش بترول اي لما نقول لحضرتك ولا طب يعني تصريح رئيس مجلس الوزراء بان الدعم سيصل الى الفقراء فقط، ما انا اقول لحضرتك اليتها دي لا ما انا اقول لحضرتك على حاجه لا ما انت ما انا هقول لحضرتك على رقم في 18 مليون بطاقه تموين بتخدم حوالي 69 مليون مواطن،
يعني مش 69. معقول 69 مليون مواطن مش معقول كل الشعب المصري يعني الحكومة تدعمه أو محتاجة هذا الدعم. وبعدين مش معقول أنا يعني أجيب واحد موظف بياخد 1000 جنيه أسويه بواحد موظف بياخد 10,000 جنيه ولا أسويهم في الدعم، ولا أجيب واحد موظف بياخد 3,000 جنيه وأسابيه بواحد في الشارع. لازم يبقى فيه فئات في الدعم، يعني مش ما هو كله متساوي، لا لازم يبقى فيه تفرقة في الدعم، الدعم فعلا يوصل للناس المستحقة. في ناس معها بطاقة تموين وما تستحقش. نعم. بين انت اصلا عندك بيانات، انت عندك قاعدة بيانات كويسة ممكن تشتغل عليه اللي هي الرقم القومي. صحيح. ده ممكن وبعدين بتتجدد كل 7 سنين. فعندك بيانات متجددة تلقائيا ممكن تصنفي، وده بيحصل، هتصنفي الناس عشان يعني كل واحد ياخد دعم اللي يستحقه، فالدولة تقل عشان ما الفلوس اللي بتصرف في الدعم. انا عايز اقول لحضرتك حوالي الدعم ما بقى يعني ارقام العيش والسلع المدعمه ده بياخدوا 35 مليار جنيه في السنه، مش ممكن. ده ما ده كتير قوي ده، لو نصهم مثلا توجه للمستشفيات، مدارس عشان اولادنا، عشان الطرق عشان تعرف تمشي، مشروعات جديده عشان نشغل الشباب. تمام. وده تلقائيا هيحصل ان شاء الله، وان شاء الله والعجله هتلف ان شاء الله. ننتقل بقى يا فندم لمافيا تهريب الاسمده والتقاوي والاعلاف. في ارقام بقى. في ارقام، لا في ارقام وعاملين فيها شغل كويس الحمد لله. يعني عايز اقول لحضرتك من اول السنه لغايه دلوقتي احنا جايبين حوالي 628 طن اسمده ما بين سماد مدعم وبيتباع اغلى من السعر بتاعه او سماد غير صالح. واخد بال حضرتك؟ وفي مبيدات زراعيه. مبيدات زراعيه حوالي احنا جايبين 24 طن و 7720 عبوه. ده من بدايه السنه برضو. من ايوه في في الاربع شهور دول، يعني في الاربع شهور دول. وفي المخصبات جايبين مخصبات، جايبين حوالي طن مخصبات. دي المخصبات دي بتبقى غاليه. فاحنا في تعاون في بين الجهه اللي شغاله معانا في الموضوع ده. هي طبعا كل الشرطه، يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، الشرطه بكل انواعها بتشتغل في اي مخالفه بتقابله بيعملها. تمام. بس في تعاون وثيق بيننا وبين برضه المسطحات المائيه. عشان موضوع الاسمده والمخصبات والمبيدات. والبذور والتقاوي والبذور. احنا عاملين شغل في الموضوع ده يعني. وبعدين ان شاء الله يعني في مشروعات وزاره الزراعه، انا سامي وزاره الزراعه بتشجع مستثمرين عشان يجي يعملوا مشاريع. طبعا لا مشاريع انتاج اسمده واسمده ومبيدات في مصر. نعم. دي يمكن هتحل يعني هتنزل الاسعار بتاعتها شويه ان شاء الله. لكن في حاجات كتير قوي تم ضبطها ان اسمده بتتباع باسعار مرتفعه عن السعر. أيوة اللي السعر بيتم تحريمه. ما انا زي ما بقول لحضرتك ما هو اي حاجه لها سعرين. يعني السعر المدعم بيجيب من الجمعيه وبيبيع بره وكده مثلا. اي حاجه لها سعرين حضرتك لازم يبقى فيها سوق سوداء. لازم يبقى فيها سوق سوداء. طيب. في الاخر احنا يعني طبعا هو مجهود هائل، ولكن المسؤوليه كبيره، وشكل الفساد عندنا في مصر. لا يعني ممكن لو هنتكلم عن الفساد بشكل عام فهو غول كبير قوي عندنا. لا بس انا متفائل ان شاء الله. هو من 30/6 لغايه دلوقتي يعني الناس ابتدت تتغير مفاهيمها كتير، وزي ما بقول لحضرتك يعني حاسه ان الحكومه بتشتغل عشانها، شغل المواطن العادي الغلبان
يعني حط هي بتشتغل عشانه. فانا شايف المواطن برضو في استجابه ما بيش زي الاول وندعو من الله يعني وبالاعلام يعني كمان لو في تليفونات يا فندم يمكن 279 20 20 8 ده غرفه عمليات شغاله 24 ساعه وبنتلقى البلاغات وبنتلقى الشكاوي وبنفحص على طول عندنا يعني آلية فحص على طول. نعم الرقم تاني هقوله حضرتك لو في 279 20 20 8 279 20 20 8 ورقم برضو كمان لكل المشاهدين الكرام هيبقى موجود على الشاشه برضو كمان حتى بعد ما نطلع الفقره الثانيه. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا وبتمنى لمباحث التموين يعني العمل الدؤوب يعني عارفه بتتعبوا كتير ولكن ملناش غيركم يعني هنعمل ايه؟ يا فندم بشكرك شكرا جزيلا. سياده اللواء مدحت القاصر مدير الاداره العامه لمباحث التموين والتجاره بوزاره الداخليه. مشاهدينا الكرام ان شاء الله انتظرونا بعد الفاصل هنتكلم عن الانفاق وازاي ان احنا في الفتره القادمه هنشوف انطلاقه كمان لمترو الانفاق انطلاقه اكبر واوسع. وتليفون غرفة العمليات كمان قدامكم مشاهدي الكرام اللي حابب عنده أي شك وأي حاجة عايز يتكلم فيها أي حاجة عايز يلقي الضوء ويعني يرشد مباحث التموين التليفون قدامكم. ومشاهدي الكرام بعد الفاصل انتظرونا مع الأنفاق المصرية ومترو الأنفاق وانطلاقة جديدة بمشيئة الله.